أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل ويقول: صلينا الجنازة على رجل وطفل، وعند الدفن طلب أقارب الرجل الميت أن يدفن الطفل مع صاحبهم في قبر واحد، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة لا بأس بدفن الاثنين والثلاثة أو أكثر في قبر واحد. إذا كثر الأموات وشق أن يحفر لكل واحد قبر فلا بأس أن يدفن، أن يجمع في القبر أكثر من واحد لأجل الضرورة. أما في حالة السعة والاختيار فكل ميت يدفن في قبر مستقل، الصغار والكبار.